السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشركة. ازيكم عاملين ايه؟ حابب اوجه الشكر بس لجمعية رسالة، لان فعلا انا ما كنتش مصدق ان هم عملوه معايا. لقيت مكالمة من حوالي يومين ان انت تيجي يوم الجمعة علشان عايزين نقعد معاك نعمل اجتماع وكده، وكنت قاعد مع الترينرز كلهم اللي في جمعية رسالة، اللي هم المدربين اللي بيدوا بقى كذا حاجة، بقى لغات وبرمجة وفوتوشوب وكذا حاجة. انا كنت من ضمنهم، اللي انا كنت بدي اكسل. فجمعية رسالة فاجأتني بصراحة، وفاجأت كل المدربين ان هم عملوا لهم يعني شهادة تقدير، مش عارف شهادة تقدير اهي، بس اتكلم طبعا معكوس، هبقى احط لكم الصورة دلوقتي على الفيديو اهو دلوقتي. بصراحة انا انبسطت جدا، وشكرا جدا ليكم جمعية رسالة، انا فعلا مبسوط قوي، وربنا يخليكم بجد بجد والله. الموضوع ده كعامل نفسي حلو جدا، ان انا يعني تبقى حاجه كويسه بصراحه. شكرا جدا ليكم، وانا فعلا مبسوط، وان شاء الله ان شاء الله على طول معاكم، وان شاء الله ان شاء الله اساندكم على طول، ان شاء الله ان شاء الله نقدم محتوى اكتر لناس ومستفيدين، وناس تقدر تخش سوق العمل بطريقه افضل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ما تنساش تعمل اشتراك معايا في القناه. شكرا جدا لكم.